معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم ثبوت آحاد الصوم المقدس، رفع بخور باكر بدون النبوات والطلبة والمطنيات، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام انقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. القراءات فصول يوم السبت من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان ثبوت وآحاد الصوم باستخدام الدفوف، الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. القسمة تقال قسمة الصوم المقدس. التوزيع المزمور 150 والمدائح بطريقة ثبوت وآحاد الصوم الكبير. ختام الصلوات إرنستيفين إهريجون صام عنا. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 11 من شهر برمهات المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس باسيلاوس الأسقف، اشتهر بحياة التقوى والقداسة، فرسمه القديس هرمون بطريرك أورشليم أسقفا عاما سنة 298 ميلادية. دخل القديس مدينة شرصونة بالشام ليكرز، فآمن على يديه بعض من أهلها وغضب البعض الآخر، طردوه خارج المدينة، فداوم على الصلاة إلى الله لكي ينير بصيرتهم ويؤمنوا بالسيد المسيح. مات ابن الوالي بسماح من الله، وفي الليلة التي دفن فيها رأى الوالي في رؤيا ابنه واقفا قائلا: استدعي القديس باسيلاوس واسأله أن يصلي إلى السيد المسيح من أجلي، فإني في ظلمة. فقام الوالي وذهب ومعه عظماء المدينة إلى مغارة القديس، فذهب معهم وصلى صلاة قوية، فقام الولد حيا بقوة الله. فآمن الوالي ومن معه واعتمدوا، ولما رأى اليهود ذلك حسدوا القديس فضربوه وجروه حتى فاضت روحه الطاهرة، ونال إكليل الشهادة: بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 212 ميلادية تنيح القديس نرسيس أسقف أورشليم، بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبي داود النبي، بركاته على جميعنا. افتحوا لي أبواب العدل لكي ما أدخلوا فيها، وأعترفوا للرب هذا هو باب الرب، وفيه يدخل الصديقون، اللي الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير، التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب، ورحبنا الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما
أغلق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم. هل يكتنون من الشوك عنبان أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. والمجد لله دائما. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. تحل علينا بركته ونعمته من الآن والأبد الأبدين أمين. اليوم أيها الأحبة هو اليوم السادس من الأسبوع الثاني من الصوم الأربعين المقدس، لذلك فقراءات اليوم فهي مرتبة حسب كتمارس الصوم المقدس. مجمل قراءات اليوم أيها الأحبة 59 آية أو عدد، بدءا من مزمور باكر وحتى نهاية إنجيل القداس، تأتي من 6 أسفار كتابية، وهي سفر المزامير، إنجيل معلمنا متى، إنجيل معلمنا مرقس، سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار، ورسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل رومنا، ورسالة القديس يعقوب الرسول، كلها بتدور حول موضوع واحد وهي ضيقات الجهاد الروحي، أي الضيقات والتجارب الملحقة أو التي تحدث لنا في حياتنا الروحية المقدسة. فيأتي باكر يتكلم عن العصارات وأسبابها، يأتي المزمور العدد 7 و8 و11 من المزمور 25 بلسان المؤمنين بيخاطبهم طبعا المخلص في الإنجيل أن يتجنبوا أسباب العثرات، فاعترف هذا المزمور بكثرة خطاياهم وتضرع إلى الله أن يغفرها لهم. فيقول المزمور: حسب رحمتك أذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأنه صالح ومستقيم هو الرب، من أجل اسمك يا رب تغفر لي خطيتي لأنها كثيرة. ثم يأتي إنجيل باكر الأعداد 8 من العدد 43 إلى العدد 50 من إنجيل معلمنا ماري مرقس البشير الإصحاح 9، واللي بيتكرر ضمن اليوم الأول يوم الاثنين من الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس. بيتكلم عن وصية المخلص للمؤمنين بتجنب أسباب العثرات، فيقول المخلص: وإن أعثرتك عينك اليمنى فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن يكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. ثم تأتي قراءات القداسة والأحبة البولس الكاثوليكون الإبراكسيس ثم إنجيل القداس، بيتكلم عن 4 عناصر رئيسية لموضوع هذا اليوم، وهو الضيقات والتجارب في الحياة الروحية. فيأتي البولس الأعداد 18 الأولى من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 14، بيتكلم عن عدم إعصار الإخوة،
يوضح القديس ويوصي القديس بولس الرسول المؤمنين أن يقبلوا الإخوة ضعاف الإيمان بغير مباحسة أو أراء، ثم يأخذ عليهم أنهم بيدينوا الإخوة ويصدرون بهم، ثم يوصيهم قائلا: فلا نحكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا، ألا يوضع للأخ مصدمة أو معصرة أي عثرة. ثم يأتي الكاثوليكون الأعداد الستة من العدد 22 إلى العدد 27 من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول الإصحاح الأول، بيتكلم عن وجوب العمل بالكلمة لأجل التحصن ضد الضيقات والتجارب، فيخاطب القديس يعقوب المؤمنين أن يكونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خاضعين نفوسهم. ثم يصرح بأن لمن هو من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا أي مطوبا من في عمله. ثم يأتي الإبراكسيس الأعداد 14 من العدد 7 إلى العدد 30 من سفر أعمال أبان الرسل أطار صحاح 22، بيتكلم عن التألم بسبب هذه الضيقات والتجارب، فيبين الإبراكسيس ثورة اليهود على القديس بولس الرسول حين أخبرهم بأن الله قال له: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. ثم يبين كيف أن الأمير أمر أن يذهب بالقديس بولس الرسول إلى المعسكر ويضرب ليفحص لأي سبب كان يصرخون عليه هكذا. ثم يبين بعد ذلك أنه قد نجا من الضرب بعد أن أثبت أنه روماني، وكيف أنه قدم بأمر الأمير إلى رؤساء الكهنة والمجمع ليفحص. ثم تكلل قراءات اليوم أيها الأحبة بمزمور وإنجيل القداس، فيأتي المزمور العدد 19 والعدد 20 من المزمور 118، وبيشير في مطلعه إلى شريعة الإنجيل التي سماها المزمور أبواب العدل، وهي الباب الضيق الوارد ذكره في فصل إنجيل القداس، فيناشد المؤمنين أن يدخلوا من هذا الباب الضيق، فيقول المزمور: افتحوا لي أبواب العدل لكي ما أدخل فيه وأعترف بالرب، هذا هو باب الرب وفيه يدخل الصدقون. ثم يأتي إنجيل القداس الأعداد 9 من العدد 13 إلى العدد 21 من إنجيل معلمنا ماري متى البشير إصحاح 7، وبيتكلم عن إحياء المخلص للذين يدخلون من بابه الضيق بدليل قوله له المجد: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونهم. لقد اختتم السيد المسيح له كل مجد والأحبة عظته المشهورة على الجبل بقوله لسمعيه: ادخلوا من الباب الضيق، وهي قول أي أحباء مأخوذ من عوائد الأعراس في ذلك الوقت، إذ كان المدعوين يدخلون إلى العرس من باب ضيق صغير فيمنع البواب من لا يسمح لهم بالدخول. ويريد الرب المجد يسوع المسيح بالباب الضيق وصاياه وشريعته، وسماها بابا لأنها تؤدي إلى ملكوت الله، ووصفها بأنه بابا ضيقا ليس لأنه ضيق في حد ذاته، ولكنه ضيق بالقياس إلى الممكن فعله من وصاياه نتيجة للصعوبات الروحية اللي ممكن تصادفنا في الحياة الروحية نتيجة لضعف طبيعتنا البشرية. ثم يبين رب المجد يسوع المسيح الحكمة من هذه الوصية بقوله: لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. فوصف رب المجد يسوع المسيح طريق الهلاك بأنه واسع، لأن الإنسان يمضي فيه مع شهواته وملذاته تلك التي تمنعه من الدخول من الباب الضيق. وقال: وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما يدل على أن أفعالنا التي تصدر عنا وإنما تصدر عنا بكامل إرادتنا لا يقهرنا عليها قاهر، لذلك سنجازي بحسب عملنا خير كان أم شر. وهنا قد نتساءل أيها الأحبة، ما القصد من سماح الله بنزول التجارب والضيقات بالناس؟ لماذا يسمح الله بالشر في حياتنا؟ وقبل أن نجيب على هذا التساؤل، دعونا نتذكر بعض الصفات التي قال عنها الكتاب المقدس عن هذه الضيقات والتجارب في حياتنا الروحية. يقول عنها القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى صح الرابع: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، فدعاها بأنها بلوى محرقة. ويدعوها القديس يعقوب في رسالته الإصحاح الأول بأنها كثيرة ومتنوعة، فيقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ويقول عنها القديس بولس الرسول وبرنابة في سفر أعمال أبائنا الرسل أطهار إصحاح 14 إنها كثيرة، فيقول: بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ودعاها سفر الرؤيا في الإصحاح 7 بأنها عظيمة، فيقول: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. إلا أن القديس يعقوب يقول عنها أنها ليست شرا في حد ذاتها، إذ أن الله لا يصدر عنه شر، فيقول في رسالته الإصحاح الأول: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله لا يجرب أحدا وهو لا يجرب أحدا بالشر. ويقول عنها القديس بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح 4 يصفها بأنها خفيفة وقتية، فيقول:
لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ويقول عنها أيضا أن هذه ليست فوق استطاعة البشر، بل يكون معها المنفس، فيقول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: لكن الله أمين الذي يدعكم لا تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفس. لذلك يا إخوتي، نرى من هذه الصفات لهذه الضيقات والتجارب في حياتنا الروحية أن القصد من سماح الله بنزولها على الناس قد يكون لعقاب الأشرار بقصد إصلاحهم، فالله دائما يريد أن الكل يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، كقول حزقيال النبي يقول كده: النفس التي تخطئ هي تموت، البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. وكقول المخلص بعد إبراءه للمقعد: ها أنت قد برأت فلا تخطئ لألا يكون لك أشر. وقد يلحق العقاب أيها الأحبة بالعضو الذي أخطأ، كخرس زكريا الكاهن وقت بشارة الملاك له بميلاد يوحنا المعمدان، وكقطع أذن عبد رئيس الكهنة ملخس وقت القبض على رب المجد يسوع المسيح، إذ أن الشعب اليهودي قد أصم أذنه عن سماع أقوال الأنبياء وقبول المخلص. وقد يكون القصد يا إخوتي من نزول الله التجارب والضيقات بالناس أن يؤدب الأبرار بقصد تهذيبهم وتسقفهم، أي يرفعهم لدرجة أعلى. فنتذكر قول الكتاب في سفر الأمثال: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. وكقول أيوب البار: طوبى لرجل يؤدبه الرب فلا ترفض تأديب القدير، لأنه يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. وكقول القديس بولس الرسول عن شوكة الجسد: لألا ارتفع أعطيت شوكة في الجسد، وفي كل سرور أفتخر وأصر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. نتذكر في هذا أيها الأحبة تجارب أيوب البار ويوسف الصديق والملك داود. فكثيرا ما أن الراحة الكثيرة تنسي الإنسان خالقه، إذ أضلت الراحة نبوخذ نصر وجعلته يقيم تمثالا من ذهب أرغم رعاياه على عبادته. سليمان الحكيم نسى إلهه وسجد لآلهة غريبة. داود الملك كان أطهر نفسا وأنقى قلبا وقت اضطهاد شاور الملك وقيام ابن إبشالوم عليه. هناك من هلكوا بسبب كثرة الراحة، وأكثر من منهم من خلصوا ونجوا بسبب الضيقات والتجارب في حياتهم الروحية. قد يكون سمح الله أيها الأحبة بنزول التجارب والضيقات بالبشر أن يكون هذا الامتحان الإيمان، كقول بطرس الرسول: لأجل امتحانكم. وكقول يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. وقد يكون سمح الله يا إخوتي بنزول هذه الضيقات والتجارب في حياتنا الروحية لتمجيد الله، كقول رب المجد حين أجاب عن تلاميذه عن المولود أعمى: لا هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن ليتمجد الله به. وكقوله عن مرض العازر: هذا المرض ليس للموت، ولكن بل يتمجد ابن الله به. وقد يكون أخيرا القصد من نزول أو سماح الله بنزول التجارب والضيقات أيها الأحبة بالناس هو لمقاصد غير معلومة ومجهولة لنا، فلا يجب أن نفهم أن كل ضيقة أو تجربة في حياتنا سببها الخطية. أحيانا حكمة هذه التجربة قد نجهلها، قد تطول مدة جهلنا بها لمدة طويلة، وقد لا نعلمها إلا في الحياة الأبدية. كل ما علينا أيها الأحبة طول هذه المدة أن نتحملها بفرح وشكر، قائلين: من صار لله مشيرا ومن عرف فكر الله، لست تعلم أنت الآن ما أنا صانعه، ولكن ستفهم فيما بعد. نسأل مخلصنا الصالح أن يهبنا النجاة من كل ضيقة وتجربة روحية لمجد اسمه القدوس، الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين.